احمد شريف تسديده قويه وهدف هدف احمد شريف تسديده قويه لعبها لاسامجد يا ولا هيعمل ايه احمد شريف يعدي ممكن ده ممكن يصوب هيخترق يا احمد شريف تسديده يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا هيعمل ايه احمد شريف يعدي ممكن ده ممكن يصوب هيخترق يا احمد شريف تسديده يا ولا يا ولا يا ولا يا احمد شريف على دول 18 تسديده صح هيعمل ايه يفتح جميله اسامجد وانتو جميل تسديده يلعب لسعيد المحمودي بعد كورة سعيد يلعب في نص الملعب جميلة لأحمد شريف هينطلق أحمد يفتح ناحية اليمين جميلة يسجل ويخطف ولا إيه؟ أبو المجد يعمل كروس باص يطلع أحمد شريف مصطفى محمد هترجع تاني لعبها
احمد شريف لجمعه. احمد شريف راح احنا على صدره جنب جميل عبد المنعم اللي هو مكان امين. طلع احمد شريف عادي. احمد شريف واضح ان التغيير بس الحماس شويه. ليه احمد شريف تسديده قويه وهدف هدف ليه احمد شريف تسديده قويه وهدف هدف جميل جميل جميل. خيري ضغط عليه احمد شريف مع الكوره. احمد شريف ثاني من امين لعبها في الجنب اليمين يا نادر. احمد شريف من نصف الفتح بعد الهدف اللي جابه الجميل على الارض. احمد شريف احمد شريف كان بيقدم مباراه طيبه جدا من وجهه نظري المتواضعه. لعبها بينيه لكن احمد شريف. سلام عليك يا احمد شريف. سلام عليك يا احمد شريف. يعدي حمدي لكن في المكان المناسب محمد عليوة لأحمد شريف في نص الملعب. لمحمود طه أحسن لاعبي نادي جاسكو في هذا اللقاء اللاعب محمود طه. أحمد شعبان كده يحضن على كورته ومعاه اللاعب علاء موسى وفي الآخر تطلع احمد شريف يفتح ناحيه اليمين هنا ولا ايه؟ يسند على حمد عبد العال 1 2 جميل. احمد شريف ممكن كمان تسير ممكن يلعب في الناحيه الفيه الجهه اليسرى لجمعه عوده. ممكن جمعه عوده يعمل ايه؟ كان بيقول لها كورة كمال تيسير نجم اللقاء حتى الان لفريق غزة السويس. هناك لجمعة عودة في مساحة رائعة. جمعة عودة واحد طبعا عبد المنعم احمد. احمد شريف في نص الملعب لرافض اوراني بدا يسيطره غزل السويس مع احداث الشوط الثاني مع احمد الشيخ بيرجعها ورا لاحمد الشريف واحمد بيحطها لشيحته.